اسميك انتم الاخوان بولبو نسيتي كيف صبرتي عجبني السلام عليكم تتابعينا الأوفياء ومرحبا بكم معنا في قناة دبي فيشين. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كما كتشوفوا الإخوان جبرتوني اليوم غنمشي نصطاد في ميناء قرية الصيادين شمعلة إقلام شفشاون. غنصطادوا الإخوان بالليل، غنصطادوا بالطعم وبتقنية سبينينغ. كنطلبوا من الله أننا توفقوا ونشبروا شي حصيلة ونفرحوكم بها. خليكم معايا من بعد هذا الفاصل القصير وغادي نرجع. كما قلت لكم الاخوان غنمشيو نصطادو في ميناء قريه الصيادين شمعله. هذا المصيد الاخوان كنصطاد فيه بزاف ومده طويله ما صديتش تما بالليل. اليوم ان شاء الله غنجربو غنشوف واش غنشبرو شي حاجه. يعني من الافضل الناس اللي كيصطادو بالسبينينغ وما بقاش كيضرب عليهم الدرعي يبدلوا هذه المره يجربوا الطعم، وهذا الشيء اللي غنعدل اليوم ان شاء الله. غنجرب له حتى الطعم اذا ما ضربش علينا بليلور. وخليكم معنا الاخوان باش ما نزيدش نطول عليكم. دابا حنايا قريبا نوصلوا للميناء وسمع نكملكم على الفيديو. الإخوان هي هذه البلاصه اللي غنجوزو فيها الليله اليوم. كما كتشوفوا معنا البحر اليوم واعر، هادشي شطبوها. الإخوة خليت الأخ ديالي وسليمان اللين غينصبو التنابل هما اللوليين، غيصطادو بالطعم، غيصطادو بالسردين هو اللولي. انا جيت حالي لهاد البلاصه هادي غنصطاد بالسبينينغ هو اللولي، غنعمل لي لور غنصطاد بالرابالات هما اللوليين. كما كتشوف معايا غنصطاد هنايا، واللي ما يبقاش كيضرب الحوت ما ضربش عليا الحوت غنعمل واحد اللانسي. عندي جوج لانسيات، غنعمل لانسي اخر ان شاء الله وغنصطادو به حتى هو في الاخر غنصطاد بهم جوج بهم بالطعم ان شاء الله.
الاخوان كما كتشوفوا معايا دابا التقنيه سبينين كما شبرت بها دابا حتى شي حاجه غنحيدها وغنصادوا بالطعم، يعني غنصاد بالطعم شويه وغنعمل جوج د لانسيات غنركب لهم الطعم، من بعد عاد غنرجعوا نصادوا بتقنيه سبينينغ كما تشوفوا معايا. غنحيد هذا الشيء هذا وغنركب هذا اللانسي هذا، غنركب له السناير وبلومو بران فحال التقنيه ديال الفيخه كما كنصادوا بالفيخه. غنعمل جوج غنعمل بران وغنعمل جوج د السناير لتحت، اولا خليكم معنا نوريكم الطريقه كيفاش. بالنسبه للاخوه المونتاج ساهل كما تشوفوا معايا، كنعدلو واحد بلومو صغير، كنعدلو برام تحت منو، وكنعدلو واحد جوج الشلغومات ولا ترقيعه، هادو فيهم تقريبا واحد 30 تقريبا نقولو 30 سنتيم، جوج سناير في القاع تقريبا. الاخوان نفس المونتاج اللي كنعدلو باش كنصادو بيلوطا بالفيخه، يعني نفس المونتاج كما تشوفوا معايا. ودابا غنبداو نصادو وكنطلبوا من الله الاخوان اننا نشبروا شي حاجه. دابا غنبدل عليا كاين شويه البارت، غنلبسوا علينا الحوايج ديالنا كاين البروده، وخليكم معنا الاخوان. غنستعملوا هذا السردين هذا كما تشوفوا معايا، السردين هذا ملح ماشي طري. الاخوان غنقطعوا هذا السردين طروفه صغاري، الطريقه انا غنجيب الصناره دابا غنطعم، غنشبر الصناره هذه الطريقه. يلا فحن شنو ورك هذا طلع. السي سليمان بالصحة. يعطيك الصحة. شنو هذيك بوري؟ قرب لهنا. عجنتي قطعت عليا قبل زوجك. قرب وجهك. اسميك؟ طاعش علي تما نمر تبارك الله. تجبد عليا هاك، تجبد الفار ديالك تصور مع الزيت. عندي نقص خير مولانا. شبر بطاطا صبر افا انا بعد السنين. آمين. صح الرئيس نور الدين. الله يعطيك الصحة الرئيس محمد. تبارك الله الخير. الله يلا الخير تبارك الله.
تبارك الله صح السي نوردي محمد على الرئيس محمد صور لي ما راس هذاك فرج العفريت بوري واخي محمد ماشي شي حاجه كبيره انتم الاخوان بولبو وحش فا الصحة الصحة النوبة ديالك دابا انتي له النوبة ديالي نسيتي ليش برتي عجبت على هذيك وكان جبرها قلت فيه الخير هذا تلاع لك بلاها صور على الياجر لا تستحضركم صور على الشعر قطع الشعر انت معلم شتي تعوجي تسمر الشركة ديالي الصحة والراحة مرحبا عندك شكرا محمد المتع كان بشرط أنا أخويا صحة الله يعطيك الصحة اطلق لفة واحد الحوتة اخرى الاخوان عاود فحال هادو ديك الاسماك اللي كيتربوا في الاحواض المائية اكواريو سبحان الله يا اخوان اللي عرف الاسم ديال النوع يقول لي الاسم ديالها يخلي لي اسفل الفيديو في التعليق دي ارجع فحال الماء سبحان الله كيفاش ني بحال ديك الحوت اللي كيتربى في الجاج ديك الحوت حمار رجعوها الرئيس نور اليوم تفرج صح الله يعطيك الصحة
الاخوان واحد البجوقه ولا بجيقه صغيره بوقه. سبحان الله الاخوان على نوع. اللي عرف هذا النوع الاسم هذا النوع الحوت الاخوان يخلي لي اسفل الفيديو في التعليق. هذه غنرجعوها، ما عرفتش انا هذا النوع هذا صغير نرجعوها نبقى كتفرطط. اوبلا سليمان الدهنعس نعاس. سليمان يلا بحنا. اش عندك؟ جيتي تصد ولا جيتي تنعس؟ جيتي نعس. يلا رجع نعس باقي ما ماشي. الاخوان اجبرتونا نمشيو فحالنا صافي. كنتمنى يعني يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم وتعجبكم الحصيله. كما كتعرفوا الاخوان هذا الميناء هذا يعني عندنا في قريه صيادين شمعلة، يعني الماء ديالو قيمه مستخشي بزاف، يعني ميناء غير صغير وما فيهش البراكوس كبارين، فيه يعني غير القوارب ديال الصيد التقليدي، يعني غير القوارب الصغيره، والماء ديالو ما ملوتش بزاف، وحتى الحوت الاخوان اللي كنصادو هنايا في وسط الميناء يعني مزيان الماكله. واحد النقطه مهمه قلتها نقول لكم الاخوان، سمحوا لي بزاف على هذا الغياب هذا. كما كتشوف واخا كنغيب عليكم ضروري ما نرجع. كنشكر الاصدقاء اللي كيتابعوني كاملين وكيشجعوني، واللي عجبوا الاخوان الفيديو يعملنا الاعجاب بالفيديو، واللي باقي ما شاركش معنا في القناه يشترك معنا في القناه باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. نتلاقاو في شي حلقه اخرى، مع السلامه الاخوان. باقي لنا الطريق يعني غنمشيو على رجل السلس. هاك افكر هذيك الويدان شكون غيقطع ديك الويدان ولا المباردين. يلا فحالنا يلا. صبحوا على خير. سلمت الله اللهم الله عاونكم وشكرا بزاف. الله يرحم لكم الوالدين ويعطيكم مبروك اسيدي. شي حلقه اخرى ان شاء الله. ما عندكم تسال النوردين فرجنا اليوم هذه الليله مزيان. والحمد لله كاين البركه، كاين واحد كاين الطاجين هذا الحمد لله تبارك الله تبارك الله. سليمه فينا والو انت تفرجتي. هانتوما الاخوان ها السطيحه فين كتبقى ديك الضيوان اللي مشعولين، هي السطيحة يعني القرية ديالي اللي كنجي منها. باقي لنا ثلاثة د الويدان باش نوصلو كما كتشوفو الإخوان. يلا مع السلامة.